بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجيش الصهيوني يغادر غزة بكامل العتاد بتاعه، طبعا بعد ما اتضرب واتبهدل واستنزف وقتل كثير جدا. وخد بالك، لو القتلى هم بضع مئات زي ما الصهاينة بيتكلموا كده ما كانوش فكروا في مغادرة غزة أبدا. يعني كلام الدويري ان القتلى بعشرات الالاف هو الارجح، لان هم بالفعل يعني اغلبهم انسحب وعملية الانسحاب شغالة. والوقتي القادة الصهاينة عمالين يبرروا تبريرات يا ابو الشباب، وعمالين يقولوا كلام غير منطقي وغير عقلاني، وعمالين يقولوا سبب الانسحابات امور لا يصدقها عاقل. طبعا هم قالوا ايه ده اللي انا هقول لكم عليه بعد الفاصل، فركز معايا وجاي لك بعد الفاصل. الكل يتآمر علي، الكل يتآمر علي، الكل يتآمر علي، الكل يتآمر علي. من فضلكم دعم القناة سواء بالشكر المدفوع أو سواء بالعضوية في القناة، وتفاصيل أكثر في تعليق مثبت أسفل الفيديو عن ذلك الموضوع، وجزاكم الله خيرا. إيه هو اللي حصل؟ اللي حصل إن بايدن تظاهر بأنه غضب غضبة كبيرة جدا على أفعال نتنياهو، وعلى أنه وما بيسمعش الكلام، وعلى انه هو فعل وسوى. وانا اقول لك هذا كلام كله تمثيليات مش اكتر من ذلك، ودي تحطها في اعتبارك. نتنياهو لا يتحرك الا بامر بايدن، وبايدن لا يتحرك الا بامر الدولة العميقة او الكليبتوقراطيين اللي هم بيحكموا امريكا، اللي هم الحكام الفعليين لامريكا وللحكومات الغربية. دي لازم تحطها في اعتبارك. يعني كل الجرائم اللي بتعملها إسرائيل بما فيها نتنياهو والحكومة بتاعته بما فيها الفرقة دي كلها، ما هي إلا جريمة أو بضع جرائم من الجرائم الأمريكية. وأمريكا هي وراء كل الخراب في العالم. لو هتروح للمجاعات هي وراء الخراب، لو هتروح وراء المذابح هي وراها، وراء الفتن هي وراها، وراء الانقلابات العسكرية هي وراها. من ساعة ما أمريكا اعتلت العالم من بعد الحرب العالمية الثانية، وهي طبعا ورثت المكر الفرنسي كله وورثت المكر البريطاني كله، ولسه زودت عليها مكر من عندهم. الموضوع ده لازم تحطه ايه في اعتبارك. فالخلاصة حتة ان بايدن غضب وبعد كده طالب نتنياهو بموقف حاسم، ولازم ان هو يرضخ ولازم يعمل الشروط عشان يقبل شروط حماس، او لازم ان هو يقبل شروط عادلة عشان يخلص موضوع الرهائن، وعشان خاطر يعمل وقف لإطلاق النار، وعشان وعشان وعشان. كل هذه تمثيلية، لكن الحقيقة ان الجزمة اصدق انباء من الكتب، السيف اصدق انباء من الكتب، لكن مع الرذائل هذه السيف اصدق، لا نقول السيف أصدق إنباء من الكتب، ولكن نقول الجزمة أصدق إنباء من الكتب، لأنهم لا يستحقون إلا ضرب الجزمة. لازم تحط في اعتبارك شيء مهم جدا يا أبو الأبطال، من خلاله تفهم الأحداث. إيه هو الشيء هذا؟ الشيء المهم هذا هو أن لو أمريكا أو الغرب يملكون حسم عسكري في فلسطين ما يتأخرون ساعة من نهار. وكون الحرب امتدت تخطط الست شهور ببضع ايام الوقت، فتعرف ان هم عجزوا وجربوا كل حاجة، والفترة اللي هم واخدينها ديت اصلا الست شهور اللي هم شغالين فيها ديت، طول الوقت هناك مفاوضات في غرف المخابرات المظلمة بين الامريكان والروس والصينيين على شكل المنطقة او على حسم الموضوع، او ممكن صفقات تبادل او بيع وشراء. يعني مثلا زي ما انا قلت لكم في فيديو قبل كده، ان هم ممكن يكونوا عرضوا على روسيا اوكرانيا مقابل سلامة اسرائيل او مقابل سلامة المنطقة، وتفضل امريكا مهيمنة على منطقة الشرق الاوسط. طبعا روسيا تبقى غبية جدا لو قبلت حاجة زي كده، لان هي هتحقق الموضوع بالذوق او بالعافية، بالحرب او بالسلم هي هتحققه. ايه اللي يخليها تدي مقابل؟ ودي طريقة ايه الذئاب مع بعضهم البعض. روسيا لسه ألعن من امريكا كمان، بس ما امتلكتش زمام الامور عشان تبين لك الحقارة اللي كفرت البشر يعني بيعملوها لما بيعلوا في الارض. المهم يا ابو الابطال،
الوقت تبريرات القادة الصهاينة ايه؟ واحد بيقول لك احنا خرجنا من غزة عشان نعيد ترتيب الاوراق وهنعمل خطة جديدة وراجعين لغزة. ده وزير الدفاع غالنت. ده كذاب طبعا، مش منطقي. واحد تاني بيقول لك الانسحاب من غزة، احنا لم ننسحب من غزة كلها بشكل كامل، طب ما عملية الانسحاب شغالة. طبعا برضو هو التاني كذاب. طب ايه الهدف من كذبهم؟ الهدف من كذبهم يا ابو الشباب بقى هو ان هم يطمئنوا المجتمع الصهيوني في الداخل، والمجتمع الصهيوني مش هيطمن. المجتمع الصهيوني عنده متربي على طريقة الحسم، يعني اللي تقدر عليه شيله من على الارض، امسحه واخلص منه، دي طريقتهم. الكذبة الاكبر بقى يا ابو الابطال اللي هم كذبوها، كذبها كبيرهم الذي علمهم السحر، او كبيرهم الذي علمهم السحر، من هو؟ رئيس الحكومة نتنياهو. ماذا قال هذا الكذاب؟ يقول انه ما عاد في حماس شيء في غزة، وان هو دمر 19 كتيبة من كتائب حماس اللي عددهم 25، وعشان كده هو يخرج من غزة. هكذا طبعا بيتكلم، طبعا بيهلفط وعارف ان الاعلام هيداري وراه كده. انا هقول لك على شيء مهم جدا يا ابو الابطال، وركز معايا عشان تفهم النقطة الجاية ديت. ايه هي النقطة ديت؟ النقطة دي هي ان لو نتنياهو دمر 19 من 25، يعني تقريبا الغالبية العظمى من قوة حماس كما هو يزعم، ما كانش خرج اصلا. كان يخرج ليه؟ وكان يخرج ازاي؟ ده هو كان بيتكلم عن اليوم التالي بعد الحرب في غزة، فاكرين الكلام ده؟ وكان بيتكلم على ان محمود عباس يخش ويحكم غزة، وكان بيتكلم على انه هيخلي غزة تحت الحكم العسكري، وكان بيتكلم هو اللي بينتصر وبيدمر 19 كتيبة من 25 كتيبة بينسحب، وفين التهديد باجتياح رفح، وفين الكلام بتاع بايدن ان هم هيعملوا دولة فلسطينية يقودها محمود عباس، او يعملوا دولة فلسطينية منزوعة السلاح، او يعملوا دولة فلسطينية تتمتع بحماية عربية، او دولة فلسطينية مش عارف ايه. يعني هم كانوا عايزين دولة فلسطينية زيها زي الدول العربية. ازاي زيها زي الدول العربية؟ يعني زيها زي كلاب الحراسة، زيها زي السيسي، ما هو ده أكبر كلب حراسة للصهاينة في المنطقة، زيها زي الدول دي. طبعا حماس رفضت، واللي معاه القوة، وزي ما قلت لكم القوة تفرض الواقع وتحميه، طبعا ما قدروش يعملوا حاجة، وكانوا بيرهنوا على انشقاق الغزوية في الداخل وتمردهم على حماس، ولكن الله سبحانه وتعالى أحبط مكر الصهاينة. وكانوا بيراهنوا كمان على إن هم يعملوا الصحوات بتاع ماجد فرج، لعلكم سمعتوا عنها، أنا ما كانش عندي وقت أتكلم عليها. وكذلك الله سبحانه وتعالى أحبط مكرهم، وبعد كده ورطوا الصليب الأحمر وورطوا السيسي في دس كلاب لماجد فرج في الشاحنات اللي داخل غزة، وحماس اعتقلتهم او اعتقلت اغلبهم، وبعد كده الموضوع ده كمان ايه فلت من يد الصهاينة، وفلت من مكر الصهاينة، والله عز وجل احبط مكرهم واحبط عملهم. وبعد ذلك ابو الشباب ما قدمهمش بقى غير حاجة من اتنين. ايه هي الحاجتين دي؟ الحاجة الاولى ان هم يستمروا في المستنقع ويكملوا الطريق، وده حلم الروس. يعني حلم الروس ان امريكا تقع في هذا المستنقع، لكن لو اللي متابعني من زمان من البداية وانا قلت لك امريكا مش هتقع في المستنقع، امريكا هي اللي بتعمل المستنقعات، لكن هو المسألة مسألة وقت للتفاهم في غرف المخابرات المظلمة، ووقت عشان تهجير الصهاينة، ووقت عشان ان الصهاينة يقتنعوا ان هم بقوا عايشين في خطر ويقبلوا الهجرة ويقبلوا ان هم يمشوا من المكان، وقصص طويلة بقى. الخلاصة نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا النصر، وإن شاء الله يتم على خير، ولنا لقاء إن شاء الله بعد ذلك، والسلام عليكم.